قالت صحيفة تاكس شبيغل الألمانية إن مذكرتي التفاهم مع أردوغان والسراج تنذران بتوتر كبير مع الاتحاد الأوروبي وتعرقل جهود برلين للتوصل لحل سلمي. وأوضحت الصحيفة أن قمة حلف الناتو شهدت توترا كبيرا مع تركيا بسبب عرقلتها لخطط الحلف الدفاعية وربطها بأزمة النازحين، مشيرة إلى أن تركيا حاليا تعمل على تصعيد الأزمة في ليبيا وإشعال صراع كبير فيها بدلا من التوصل لحل سلمي.